بسم الله الرحمن الرحيم. بيان قادة كتائب وأمراء سرايا الثوار بطرابلس. الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، والصلاة والسلام على المبعوث بالحق تأديبا لكل آبق ومارق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمة اختلاف وفرق، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل ويقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. لا شك أن ما يجري خلال هذه الأيام من دسائس ومؤامرات استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار بعاصمتنا الحبيبة طرابلس خاصة وليبيا عامة لهو مؤشر لما وصل إليه تفكير من حاد عن الجادة واتبع الهوى وضل عن سواء السبيل. ولا شك أن هذه الأعمال التخريبية من المؤشرات التي تؤكد أن العدو واحد، حتى وإن تغير الثوب والمنهج فالحق أحق أن يتبع. ألا إن أعداء الله أبوا إلا محاربته، وإن من يقومون بهذه الأعمال سواء كانوا من تنظيم الدولة أو أزلام النظام السابق أو مدعي الكرامة، فإننا نعتبرهم عدوا واحدا ويجب معاملتهم بما يليق بهم. فالعزم العزم والقوة القوة لضرب هؤلاء الشرادم ولدحرهم عن محيط بلادنا وفتح الطريق للمواطن الليبي للعيش في بلاده والاستمتاع بخيراتها. وأمام هذا الخطر الذي يهدد المواطن في عيشه وأمنه، فقد توحدت كلمتنا وصفوفنا. نحن قادة كتائب وأمراء سرايا الثوار بطرابلس. أمام ما يجري من أعمال تخريب وخطف واختراق وتعطيل لمؤسسات الدولة، والتي كان آخرها محاولة لاقتحام مؤسسة الإصلاح والتأهيل بقاعدة معتيقة الجوية باعتبارها رمزا من رموز الثورة في صمودها ووقوفها أمام هذه الحملات، حملات التشويه التي تشنها الثورة المضادة بفروعها المختلفة، والتي من ضمنها الدواعش وجيوش القبائل ورواد ومغامري معسكري كرامة. وليعلم الجميع وليعلم كل من اتبع فروع الثورة المضادة أننا عقدنا العزم بالضرب بيد من حديد والوقوف أمام مؤامراتهم المكشوفة، وكذلك التصدي لمن يحركونهم وكشفهم. وإننا نطالب كل الثوار والمواطنين الدعم والمعونة لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والدعاء لنا للقضاء على هذه الفئة الباغية، كما أننا نشكر عناصر قوة الردع الخاصة الذين تصدوا للإرهابيين الدواعش بكل شجاعة وحزم. ونسأل الله أن يتقبل موتانا في الشهداء وأن يجعل كيد المارقين في نحورهم. طوبى لمن قتلهم وقتلوه. والله أكبر الله أكبر. ولله الحمد، صدر في طرابلس في يوم السبت في الخامس من شهر ذي الحجة لعام 36,400 للهجرية الموافق 19 من سبتمبر لعام 15,000، والله أكبر، وعاشت ليبيا حرة. الله أكبر.